يلا صباح، شرفينا بتزيارة مفاجئة ديالك. الله يبارك فيك السي نبيل، شرف ليا. غياب ناقصة لا سي نزار بلا نهاد. نزارك عرفتي كي داير، حدودي شوية وقليل فين كيبغي يمشي ليها عند الناس. ونهاد؟ نهاد أنا ودا اللي جيت عندك اليوم. مرحبا، اي حاجه كتخصني هذا انا كتهمني. ما عرفتش شنو وقع لهاد اليامات بلي لو نهار قررت تبدل حياتها وقالت لك سيدي بغات تمشي تقلب على مستقبلها أيوغ. انا هاد المساله ديال تمشي للخارج ما نقدرش نستوعبها. حتى انا ما فهمتش، كنا خدامين مزيان داخلين في مشروع خدامين على الويب تي في، فجاه قالت لك غنحبس كل شيء وغادي نمشي. سينا بنت عندها عزيز كتحترمك بزاف، وانا هادشي اللي شفت عندك بغيتك تهضر معها. ما كرهتش نهضر معها وتسمع ليا، ولكن نهاد انت كتعرفيها. غير حاول معها الله يخليك، انا ما نقدرش نتصور حياتي بلا بها، الدار غتبقى عليا خاويه. وضروري تخرج شي نهار تتزوج مثلا. هذيك حاجه طبيعيه، الا تزوجت الله يكمل عليها بالخير. انا اهم حاجه عندي ما تخويش البلاد. الله يسمح لينا من الوالدين. انتم العائلات كتربيو الكبده بزاف على الاولاد. لا حتى الرجال. هانت قريب دير وليداتك وتعرف حق الكبده. داتنا الهضره وما خليتناش نشربوا حتى قهوه ديالنا. تفضلي. لا انا غادي نمشي، تعطلت. شكرا بزاف. كيفاش عطلتي؟ شربي غير قهوه ديالك اموا. مره اخرى ان شاء الله. واخا. مي مره اخرى الزياره غتكون عائليه. مرة أخرى أنت اللي غادي تجي عندنا إن شاء الله. شفت ليه؟ شكرا سي نبيل. مرحبا. سلامة.